شوف سبحان الله، ربنا في آن واحد يجمع لنا عقيدتين في سيارتين عربيتين في لحظة. داك معلق البرعي وداك قال لك التوحيد، أيهما أفضل بالله عليك؟ داك ولا ده؟ التوحيد ولا الشرك؟ الله أكبر. المؤمن يسره التوحيد والمشرك يغيظه التوحيد. والله مكفينا ما في حوجة لا للبدر ولا للبرعي ولا لصايم ديبة ولا للمكاش ولا الركان ولا غيره. ديال كلهم ما يسووا جناح ذبابة، ذبابة ما يسووا. لأنه يقولوا هم بيتصرفوا بالكون، أنتم بتشتغلوا 200، الصوفية ديال بيشتغلوا 200. تتكلم أنت في الحلقة هنا يقول لك بننفخ، والله أنت لا استكراكشة ما تنفخ، لا استكراكشة ما تنفخ يا كذاب يا مفتري، ما تنفخ. أنفخ أوباما ده، كنفخ أوباما ده عاجبك؟ أوباما ده عاجبك؟ ما تنفخ تريحنا منه يا أخي. أنفخ اليهود، أنفخ داعش ديل، خليني أنفخ داعش ديل. ما بيقدر، ما بيقدر. طيارة تجي البلد دي لما تخش هنا تضرب اليرموك وتطلع، والبرعي قالوا سب الطيارة في البيض. طيب دي مرقت منك بالبيضة يا برعي، ما تثبتها برضه، كذاب مفتري. عشان كده دين الصوفية مبني على الخرافة ومبني على الدجل والشعوذة، ولا تدخل عقائد الصوفية إلا على السذج الحمقى والمغفلين. فالعاقل ما بعلق صورة برعي زي ما معلق الزول ذاك، شايفه هناك في البص معلق صورته بالجهتين. باقي لك ده عجبه مفتكرة دي شاكرة، ده عنده فيه عقيدة أزول، مفتكر إنه البرعي ده مثبت له عربيته دي من ناس الحركة ومن القطر في سكة حديد، ومفتكر إنه الركاب بيجوا بسبب البرعي. عنده تلقاه عقيدة زي دي، لكن المسلم ما بتخرج عليه عقائد زي دي. يعلم أن الله عز وجل بيده كل شيء، زي الزول ذاك، الزول ذاك كاتب التوحيد وحق الله العويد. نصرهم الله، ومن حدا أحد الأنبياء ينصره الله. ربنا قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عشان كده إبراهيم عليه السلام بدأ بأعظم شيء وهو التوحيد، وهي داعية ناجح ما بيدعو للتوحيد، ده داعية فاشل ولا بد يبين في التفصيل. شوف لا أرباب الشرك يبين بأسمائهم وكناهم وكل ما يعرفون به يبين للناس حتى يعرفوهم. أو أي واحد يقول لك لا لابد تكون حكيم وما تقول قول ما بقوله أقوام، عايدة في موضعه. لكن في الشرك والتوحيد التفصيل والبيان والتوضيح. ربنا قال أتدعون بعلا، بعلا ده كان رجل وقيل امرأة يعبد من دون الله وتذرون أحسن الخالقين. ربنا ذكر وربنا قال وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ويغوث ويعوق ويسرى لآلهة. الرجال الصالحين عبدوا، ذكر الله عز وجل أسماءهم، وابن عباس قال هذه أسماء رجال من قوم نوح عبدوا لما هلكوا، يعني أجاء الشيطان إلى أقوامهم أن ينصبوا إلى هؤلاء يعني مجالس أو تصاوير حتى تتذكروا العبادة. فلما هلك ذاك الجيل جاء الشيطان إلى من بعدهم قال إنما كان يعبد آباؤكم هؤلاء فصرفوهم عن التوحيد إلى الشرك. لكن دعاة الشرك ينضربوا بيد من حديد في البلد دي. العقائد الموجودة في البلد دي، السودان فيه أكثر من 3000 قبة يا ناس، أكثر بلد وأكثر رقم قياسي أظن في القباب في السودان وفي مصر، قباب لا يعلم عددها إلا الله، محاربة لله عز وجل. يا دال والله أنا خشيت قبة مضوان بان قبل سنة، خشيت جوا القبة لقيت الناس واحدين ساجدين واحدين راقعين واحدين طايفين واحدين يتمسحوا واحدين يسفوا في التراب. واحدة مرة كبيرة عمرها يمكن 50 سنة جات تشكلوا يا الشيخ يوسف بشارة، جيتك ولا جيت أولادك؟ هيا الصل الناس بيربطوا انت بتحل تشكلوا، وجيتك وتسوي لي وتسوي لي وتسوي لي وبيتي البايرة تعرس ليها ولدي العليان تشفيهم وأولادي العاطل تشغله. ده وزير العمل، ده أبو أولادك عاطل، ده وزير العمل. يا ناس ما لكم كيف تحكمون وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. دي العقائد بتاعت الصوفية التي ينشرونها بين الناس عبر القصائد والإذاعات والصحف والمجلات، ويساندهم على ذلك الإخوان المسلمون، وهم الإخوان المفسدون أتباع سيد قطب وحسن البنا والمودودي وغيرهم من أهل البدع والضلال الذين عاشوا في الأرض فسادا وعرفوا الناس عن الصراط المستقيم. إبراهيم قال
يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي لقد جاءني من العلم ما لم يأتك. وده فيه دليل إنه العلم لو جاك من ذا الصغير، لو جاك من ذا الصغير تلقى مرات الولد في البيت مجيط. الولد عمره 20 سنة 15 سنة وأبوه عمره 60 سنة، معتقد إن المكاشف يدي الجنة، معتقد إن المكاشف يعلم في الغيب، وبيعتقد إن المكاشف يمكن ينزل المطر، وبيعتقد إن الكباش يدي الجنة، والولد عمره 20 سنة. يا أبوي يا أبوي الكباش ما بيدي الجنة. وكلام عبد الرحيم الزريبة في ديوان على مطلق كلام باطل، لأنه ربنا قال ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الولد يقول لي أبوه كده، طوالي أبوه يقول لي يا ولد يا أنت 200 يا أنت قمت 200 من البيضة، احترم من رأى الشمس قبلك. أنا أبوك عمري 60 سنة، معقول أنا على باطل؟ أشتغل ما بالعمر، أشتغل بالدليل. الله قال والرسول قال، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. شوف ياك الله قال الرسول قال، ثاني ما تقول والله أنا لقيت أبوي الشيخ حسن حسونة بيسوي، ولا أبونا الشيخ بتكة، أبونا الشيخ بفركة. يا دار أبوك بفركة، أبوك بشملة، ما عندنا معك شغلة. الله قال، الرسول قال، للدين. ربنا قال عن بعض الجهال الضلال، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ربنا قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أبوك لو جاهل أنت بتابع على الغلط تبين له. عشان كده إبراهيم قال له يا أبتي لقد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صلاة سوية. والعلم هنا علم التوحيد، العلم هنا علم التوحيد والعقيدة، لأنه الدليل أبيات الآيات يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ده علم التوحيد، وده أعظم علم، أعظم علم وأشرف علم، علم التوحيد والعقيدة. لذلك الأمة السودانية تحتاج إلى جرعة مكثفة من التوحيد، جرعة مكثفة. والله إذا الزول العيان بدو حقنا 4 سيسي، السودان لها 1 تريليون سيسي من التوحيد الخالص الواضح، حتى يتبين للناس سبل الضلال وسبل الحق ويتبعوا الحق ويدعوا الباطل. ونتكلم إن شاء الله ونواصل في هذه الآيات في الأسبوع القادم إذا بدأ الله في الآجال. أنا أكتفي هذا القدر وأقدم أخونا محي الدين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وسلم.